ينشد العدالة، ينشد المساواة. أنا لا أيأس، لكن بالفعل الرسالة يعني كثيرا ما حاولت أن أرفع قلمي وأسلم لهم قلمي، نقول نحن سلميون، ولكن أخشى أنهم قد أصابهم الصمم، وأنهم قد تبرأوا عن يمنيتهم وعن أعراف اليمنيين الشجعان الذين يعني للأسف كما قلت هم أعتقد أنهم ليسوا يمنيين. إن كانوا يمنيين أجسادا فهم ليسوا يمنيين ذهنية وأعرافا وقيم. أعتقد أقول الرسالة الحقيقية هي لشبابنا أن يواصلوا مسيراتهم السلمية، وأن كما قلت أن لا يفقدوا الأمل بسلمية ثورتهم، لأن هذه العصابة هم يريدون أن يجرون إلى مربع العنف. نحن واثقون بالله ثم واثقون بشبابنا واثقون بشعبنا أننا سننتصر مهما ضحينا. في النهاية النصر قريب، أراه قريب بإذن الله. رحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا وإنا لمنتصرون بإذن الله، ولا نامت عين الجبناء. شكرا جزيلا دكتور، إن شاء الله تكون بالسلامة ونتمنى لك الشفاء. شكرا جزيلا، شكرا أخي ماجد، شكرا أخي ماجد، إن شاء الله.